هذه بالصراكب، هذا هدية حق إيد مبروك. روحي مع أبو عصام مع هذا، جيني ملابس إيد وغيري ملابس، لأنك على واحد مرة مديرة غيري ملابس. إيه وغلط خلاص؟ إيه مبروك. كل يوم العيد قابلني حاجة عيد على بابا، شكرا الحمد لله نجيب، شكرا على بابا نصرف كثير. بعدين في ناس تقول بابا كويس، عنده بابا نجي كويس، في ناس تقول ماضي كويس. هذا موسى على بابا كويس، نجي هنا بابا كويس، شكرا كثير. العفو يا اختي. ما كفي هذا اللون، لون اكسلات ابلع. يلا شوفي يبغى خذي الحين بابا، يعني فلوس كافين هذا؟ ما في مشكله فلوس يا شيخه، خلي ايش بك خلاص، هو يعطيك 200 خلاص. لا راعيها بالسعر، راعيها بالحلال. معك 200 ريال اخذته والله. لا ما 200 تفهم 200 ذهب. ليش؟ كم حساب يا مدير؟ هذا كم حساب؟ هذا 350. لا يا رجل 350 كثير والله. 250 غرام، يعني انا كلام خلاص فيه، ما في مشكله. كم؟ 250. ايوه لا كافي. 200 ريال تبغي؟ اعطيها 200 ريال. ها زعيم توك توك. ايوه طب 210. لا ايش هذا؟ خلاص انا اسمع، انا كلام 220 خلاص. يلا يا سولي يلا نزل. شوف هذا، طلع هذا. احنا مع سولي الان عشان تاخذ ملابس العيد. هذا ايوه. لا مو هذا، هذا ثاني بنطلون. اعطيها بنطلون. هذا خليها هذا بنطلون. سعدها ابو عصام. سعدها وقف معاها.